عندنا برضو بالاعشاب صناعه بيقول. عايزين نتكلم فعلا على حمامات الكريم وعلى انواع. ماشي. معنا فاطمه. الو الو اتفضلي يا فاطمه اتفضلي. لو سمحتي دكتور، عندي ارتجاع في المريء جامد في القولون، وعندي عضله الرئه ضعيفه جامد. ارتجاع في المريء وعضله القلب ضعيفه. ماشي بقى. ماشي. اوكي. شكرا يا فاطمه. شكرا يا فاطمه. ارتجاع المريء، انا بقول اصلا ارتجاع المريء، بص موضوع عضله القلب، عضله القلب ضعيفه. عضله القلب دي محتاج ان انا هشرب شراب العسل كل يوم الصبح، واخد معلقه زيتون، زيت زيتون على الريق، يعني انا هاخد معلقه زيت زيتون على الريق، وبعدها بعد 10 دقايق ونص ساعه تجيبي كوبايه ميه تحط عليها معلقه عسل تشربيها على الريق الصبح، دي هتخلي تقوي عضله القلب وهتقوي جسمك على طول.